أعتقد أن قطر لديها الكثير من الأشياء التي عليها أن تفعل. هي تريد أن تكون دولة الكل ولكل الأشياء، وفي نفس الوقت نجد أن هذا يسبب توترات مع الدول الخليجية الأخرى وباقي الدول المحيطة بقطر. لذلك أعتقد أن قطر ما عليها أن تفعل هو طبعا عليها أن تتخلى عن هذه الروابط، وفي الوقت نفسه أن تقرر في أي صف تكون. وصعب في الوقت الحالي أن تقوم بذلك على ما يبدو، لأننا نعرف أن قطر تستضيف العديدين، وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك صعوبة، لأن الولايات المتحدة التي ستكون بجانب الدول الخمسة هذا سيضع ضغطا إضافيا على قطر لإيجاد حل سريع لهذه القضية. وأعتقد أن الدول الخمسة الآن هي في موقف قوي ضد قطر. ما على قطر أن تفعل هو أن تبذل جهودا كثيرة من أجل أن يكون هناك حل للقضية.